السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الفيديو على البيم تكنولوجي. البيم بزاف الناس اللي كيسمعوا عليها، كاين اللي كيعرف عليها شي حاجه، كاين اللي مازال ما عارفش عليها. اليوم غادي نوضحوها شي شويه اكثر. اشنا هي البيم؟ البيم هو واحد صغير، البيم بيلدين انفورميشن موديلين، هو توت ان بروسيس لي كلي بزاف لي زاكتور خدامين على ان سول بروجي باش كي فورماليزي لي زيشونج بيناتهم، مثلا لاركيتكت ولا انجينيور جيني سيفيل، جيني سيفيل صحاب ليكونومي. دونك البيم هنا عنده بزاف لي نيفو، كاين نيفو زيرو كنخدمو فيه غير في دو ديمونسيون و il n'est pas bien structuré. كاين بيم نيفو 1 ولا كنسميوه لونلي بيم، هو عبارة عن واحد الميلونج بين دو ديمونسيون و تروا ديمونسيون، مي ما كايناش هنا واحد الكولابوراسيون نيت بين لي زاكتور، كل كيخدم راسو ومن بعد كيبارطاجيو الخدمة داكشي اللي وصلوا ليه. فمثلا اوتوديسك A360، اوتوديسك A360 هو واحد الكلاود، سواء كتدخل ليه من السيت من A360 السيت، سواء ابليكاسيون كديرها في التليفون، كاين في الاندرويد وكاين في الابل كتيليشارجيها، مثلا كملتي خدمه في اللي كان، مثلا في الاوتوكاد، في الريفيت، في اي حاجه، وكتكمل من الخدمه ديالك كديرها من البيسي لتما، وكتقدر تقراها من في التليفون ولا في الطابليت. وان شاء الله غادي نديرو فيديو غادي نوضحوا فيه هذا A360 مزيان. كاين البيم نيفو 2، هنا كاينه واحد الكولابوراسيون، مي كل واحد كيصايب الماكيت 3 ديمونسيون ديالو لراسو، ومن بعد كتبارطاجا في ان تيب واحد الفورما ديال واحد الفيشي. كاين اي اف سي كيبارطاجيو ميم في دوطخ فورما، والخدمه ديالهم كتكون في الريفيت مثلا، في الاركيكاد، في دي لوجيسيال لي خدام فيهم البيم. بالنسبه للفيشي اي اف سي حنا غادي نديرو عليه حتى هو ان كور ديالو، كاينين دي لوجيسيال كيقراو هاد لي تيب د فيشي، و هاد الفورما انتغري في بزاف لي لوجيسيال كالريفيت كالاركيكاد. كتقدر فاش تكمل الخدمه ديالك تيكسبورتي البروجي بحال واحد الفيشي اي اف سي، مثلا عاود ما تيكسبورتي دي دبليو في جي مثلا كيقراه لوتوكاد، كتسبارت ولا ار في تي ديال الريفيت كتقراه كتيكسبورتي اي اف سي. وكاين قلت لك كما قلت لكم لي لوجيسيال كيقراو هاد لي تيب دو فيشي مختصين في هاد لي تيب دو فيشي بحال تيكلا بيم سايت، وهذا حتى هو غادي نديرو فيه ان شاء الله، غنديرو فيديو على تيكلا بيم سايت. وكاين البيم النيفو 3، هذا هو كنسميوه الاي بيم، هو لو فري بيم، هو هذا هنا كل شيء خدام على واحد الماكيت وحده، وهاد الماكيت ولا هاد الموديل ستوكي في واحد لو سيرفور سنتراليزي، غير كتبدل واحد الحاجه مثلا مع الاركيتكت كتبدل عند الاخر كتبدل عند الاخر، وكل شيء خدام على ان سول موديل. خصنا نعرفوا باللي كاينين شي دول كيخدموا كل شيء بالبيم، كمثال سنغافوره اللي كانت شحال هذه قبل من 2013، اي بروجي فوق من 20000 متر كاري الى ديبوزي في البيم، ومن بعد ولات كتخدم كل شيء بالبيم. لونغلوتير حتى هي لي مارشي بوبليك كاملين بالبيم. فاش كنسمعوا البيم كنسمعوا البيم ماناجر. شنو هو البيم ماناجر؟ هما لي ليدر ديال البيم فواحد لونتربريز ولا فواحد البروجي. كاين البيم ماناجر لي مكلف بكلشي، لي هو لي مكلف بكلشي، هو لي كيكونترولي، والبغا دغوا ديالو هو البيم كورديناتور. وكاينين دي بيم ماناجر شاكان في الميتي ديالو، شاكان مكلف بالميتي ديالو. كاين بيم ميتي ستركتور
بيم ميتيي فلويد مثلا، بيم ميتيي ايكونوميك. هنا باش نخدمو البيم خصنا بلوزيوغ اوتي، خصنا واحد الغيزو، وخصنا انترنت باش نسانكرونيزيو في نفس الوقت الخدمة فين وصلنا. كمثال هنا في الغيفيت، غيفيت فاش كنمشيو الفيشي اوبسيون، اوبسيون ديال الغيفيت كيعطينا انترفال دو رابيل دونغوجيسترومون، مثلا كل 15 دقيقة كيدير لك واحد الغابيل باش اونغوجيستري. هنا باش اونغوجيستري في بيسي ديالك، مي لكتي خدام في واحد البروجي مثلا، في واحد سيرفور سونتراليزي كيعطيك باش اونغوجيستري كل 5 سكوند، وتقدر تموديفي، تقدر تموديفي. دونك البيم كيساهم ليشونج ما بين بزاف لي لوجيسيال، وما كاينش غير الغيفيت، كاينين دوطخ لوجيسيال حتى هما بيم، اكثر من 30 لوجيسيال اللي كيخدموا البيم. ومن بعد كتصايب واحد الماكيت نوميريك، كما كنقولوا ماكيت نوميريك كونستروير افون دو كونستروير، سيش كتبين لك كلشي، كتبين لك الريزولتا فينال كيفاش غادي يكون. هنا فاش كتصايب كدير واحد الفورما اي اف سي، كتكسبورتي واحد الفورما، واحد ماكيت فورما اي اف سي، اي اف سي اندستري فاونديشن كلاسز، وواحد الفورما انتيغري في كاع لي لوجيسيال بيم. هنا ندويو على لي فاز دان بروجي في البيم، كاين فاز كونسيبسيون و ديزاين، كتبلانيفي و كتستيمي لي كو، كونسيبسيون اركيتيكتورال ستركتوريل سيستيم، اناليز ديتاي كورديناسيون و سبيسيفيكاسيون. كاينه لا فاز كونستركسيون، بلانيفيكاسيون ديال كونستركسيون، لا كونستركسيون و فابريكاسيون، و كاينه لا فاز اوبيراسيون، هنا جيستيون دو باتريمون et entretien d'ouvrage. علاش هاد البيم الهدف ديالو الاساسي هو باش اوبتيميزي لي بيرفورمانس، وكتيكونومي شويه الفلوس، وكتيفيتي بزاف لي زيرور. دونك كانت هادي هي لا فيديو ديالنا على البيم تكنولوجي. انا كنوجد واحد الفورماسيون على غيفيد، هاد الفورماسيون كومبليت ان شاء الله. وبغيت قبل منها حتىش اللي كيسمع الغيفيد كيدوي على البيم، غيفيد ديما ليا بالبيم، بغيت قبل منها ندير التوضيح على شنو هي البيم تكنولوجي. نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الفيديو.